صانعة محتوى سعودية من مدينة جدة، تهوى السفر، تكتب وتغني، والرقص هو لغتها التي تعبر فيها عن نفسها. انتقلت بين مجالات إبداعية مختلفة ولا زالت تبحث عن شغفها. ضيفتنا لليوم تمارس كل ما يسعدها ويشبهها. يلا معانا نفك الطبقات. شهد بامشموس. أهلاً وسهلاً بيكي في طبقات. أنستين وشرفتين بحضورك. أهلاً وسهلاً فيك. صح. مين شهد من غير السوشيال ميديا أو خلف السوشيال ميديا؟ شهد روح للماء. شخص بيحاول يكتشف نفسه في هذه الحياة، من هو بغض النظر سوشيال ميديا ولا سوشيال ميديا. يعني أنا من يوم وعيت على نفسي، وأنا أحاول أعرف مين شهد. أوكي. لأنه في السوشيال ميديا دائما أشوف وجه، يا عندك اللي هو سعيدة وضحك الناس الله يديمها، وبس ما نعرف مين شهد وراء لما هي تقفل التليفون وتحطه على الطاولة. هل هي بنفس هذه السعادة؟ الحمد لله، كأي بني آدم طبيعي بيمر بأبس أند داونز، بس في السوشيال ميديا، وأتوقع إنه الكل، أنا ما بكمل، يعني هتكلم عن نفسي، دائما حاطين ماسك، I would say، لأنه الناس إيش متوقع مننا. أي بني آدم في هذه الدنيا بيمر بلحظات هنا وبيمر بلحظات هنا، بس الناس ما تبغى هذه المادة أو هذا الشيء. I would say هم لما بيدخلوا في السوشيال ميديا بيدخلوا عشان يغيروا جو، يضحكون، بيكون هم أصلاً وقتها مثلاً متضايقين أو في شيء في حياتهم، فإحنا السورس اللي بنعطي لهم جوي. I would say sometimes نيجي على نفسنا، لأنه هذا الشيء تكلمت مع كذا أحد في السوشيال ميديا، لين يجي على نفسنا وقت نكون إحنا مثلاً عندنا depressive episode أو شيء، إنه لا، أنا I have to show up in a certain way عشان الناس متوقع مني هذا الشيء، فهنا يكون في ضغط. بس أنا يعني الصراحة في أوقات ما أحب أجي على نفسي، أخذ break، أقول لا. أوكي. في البداية كنت أفضل شهد وأحط شهد دائماً أول، بعدين الناس. حلو. يعني السعادة والسلام شيء من جوا لبرا، مش من برا لجوا. يس. مو لو صار لك وحصل لك او سويتي تكوني سعيده وعندك سلام اكثر، هذا الشيء انت تسويه من داخلك. اكيد 100%. شغل من جوا، تشتغل على الجو. ما في شيء اسمه انا لو سافرت هذه السفره مثلا حكون مره مبسوط، بس من غير هذه السفره لا، انا حقعد مكتئب. ما ينفع زي هو الواحد لازم يشتغل على نفسه من جوه. حلو. ممكن تسافر هذه السفرة اللي انت متحمسة وبسافر وانا لو سافرت حكون مرة مبسوطة، بس انت من جوه وانت سعيد، فحتكوني ماشي وتقولي يعني لا انا ماني مبسوطة. في نوعين للشغل من جوه، هي صدمات الحياة اللي هي نتعلم منها، وفي الشغل الفعلي اللي احنا بوعينا نعمله عشان نحسن من وضعنا العاطفي أو العالم الداخلي اللي فينا، عشان العالم الخارجي يصبح أكثر بيس وفي أمان أكثر يعني وجمال. يعني أنا أكتب أغاني. أوكي. أحب أغاني. حلو. أو مديتيشن مثلاً. بس مديتيشن حقي عشان يعني أنا من الناس اللي هو من مديتيشن، كل شخص فينا يسوي مديتيشن بطريقة مختلفة. حلو. ما في كده بوك انه لازم تسوي واحد اثنين ثلاثة هو كذا المديتيشن اللي انت بتسويه غلط. حلو. انا من الناس اللي استخدم اسماء الله الحسنى في المديتيشن. الله اكبر، جميل. ف بستمد مثلا بسم الله القوي، استمد القوة من الله. حلو. انا من الناس اللي هذا المديتيشن حقي مثلا. حلو. اطالع انه اصنف مشاعر، ما في شيء اسمه انا بس كذا زعلان وخلاص، ليش اني تحت النية، ولو ابغى اخذ قرار طب انت ليش بتاخذيه عشانك، طب ليش مراجعة. فأعرف السورس حق القرار هذا جاي من فين، جاي من خوف، جاي من غضب، جاي من مثلاً
I want to please people ولا دايما فن. حلو، في شيء حلو هنا مرة أنت دوبك جبتيه وجميل جدا. يعني معظم الناس، في واحد سايكوثيرابيست يقول إنه الناس تحس إنه هي بتتعامل بكيفها في أشياء معينة، لكن في أشياء كثيرة إحنا we get triggered، أو يعني يجي أحد يعمل شيء يخلينا نتعامل بشكل معين، إحنا نحس إنه هذه الطريقة إحنا اللي بنتعامل فيها بشكل ده، بس في الحقيقة هو يقول إنه كلنا بنتعامل مع بعض بالتريجرز حقتنا. صحيح، أنا في نقطة أتفق معك فيها، إنه كلنا مثلا بنمشي بيست على الترومز I would say، ولا الأشياء اللي شفناها في حياتنا. ف ما أعرف، أنا ريسنتلي وصلت لهذه الشيء اللي حابة إني أنا أشاركه مع الناس، إنه ما صرت أحكم على أحد. يعني أنا صرت موقنة 100% إنه ما في أحد بيصحى من النوم يقول أنا اليوم صاحي عشان أبى أذي فلان وفلان وفلان، أنا اليوم أصحى عشان أكون إنسان مو كويس ولا إنسان بطال. كل شخص في هذا العالم مهما كيف كان شكله جنسيته إيش كان دينه بيصحى يبي يكون إنسان أفضل. يا سلام. بالفيرجن حقته. حلو. بطريقته الخاصة بمعيشته بكل السراوندينجز حقته. ما في أحد بيصحى يبي يؤذي أحد. 100%. ففي ناس ممكن تشوف إنه لا، الناس أنا كلهم تبغى تأذيني والناس كل. في نقطة حلوة هنا برضو، إنه أنت عشان توصلي لمرحلة الوعي أو الفهم هذا، فأنت كونتي compassion داخلي مع نفسك. أو في ناس تقول لك مثلا لو واحد زعلك تقول لك خلاص سامحيه، أو أنت ما بتسامحي، أنت بتسامحي المشاعر اللي عندك، بتسامحي نفسك، عشان كده بتقدري تسامحي غيرك. في فرق بين المسامحة وفي فرق إني أنا أسيب هذا الشيء أثر على حياتي. ثاني لاين أشرحي أكثر. إني أنا أسامح الشخص وأفهم هو ليش تصرف هذا التصرف، وبيست على إيش، وبيست على إنه هذا وعيه بيقول إنه هذا الشيء صح. بس هل أنا كشاهد حق بل هذا الشيء يكون موجود في حياتي ولا لا؟ في النهاية في حد حط، ما بالشيء هذا يأثر على حياتي أنا. أكيد أكيد. بس قرارك جاي من مكان فيه عطف، حتى لو بتحطي حد ممكن يكون حد تف، بس انت جاي من realization. yes. ما انت جاي بغضب. yes. على قصد. حلو. yes. وقلتي شيء عجبني كنت برضو قبل ما يروح من بالي، اللي هو انت تعبري عن مشاعرك السلبية بالغناء والكتابة، كتابة الأغاني. yes. ايش مثلا، ايش نوع الأغاني اللي تكتبيها مثلا، او تعبري فيها عن أغنية حفظها تحبي دائما تغنيها؟ أغنية حفظاها أحب دائما أغنيها، في واحدة من أغانية مع إنه أنا ترى أغلب الأغاني اللي أكتبها ما تكون شيء، مو شرط إنها تكون عني. يعني sometimes مثلا يكون صحبتي مرت بهذا الموقف، يكون بالنسبة لي inspiration. حلو. لأنه أنا أكثر واحدة تكره في الشغل الصاحبة ما عندي وقت. هذا عندي مشكلة، عشان كذا اخترت مخدة الحب. طيب. بحاول ألاقي وقت. طيب حلو. فتلاقيني يكون inspiration بالنسبة لي أنا أكتب. sometimes تكون أنا بمر بفترة مرة صعبة. حتى أنت بتمر الآن بفترة صعبة ولا فترة عادة؟ أنا الحمد لله الآن peace. طيب بمناسبة البيس اللي أنت بتمر فيه الآن، إيش في أغنية تيجي في بالك؟ دوبا جات أغنية في بالي بس ما لها علاقة. ما عليه. ما بس it's so peaceful، يعني الصراحة منها ضحك. طيب. طيب حلو. انت تلعبي جيتار وانت جبتي جيتارك معاكي. يس. ممكن تلعبي لنا هي الحين؟ ممكن اغني لك واحده ثانيه انا كتبتها. اوكي على كيفك، بس ابغى كان الشيء اللي جاء عفوي، بس اذا تبي تغني واحده ثانيه بالجيتار اوكي برضو نديك الحريه في الاختيار. وش الجيتار جاهزه؟ ولا ما كنت متوقع تبي بعدين؟ يعني ينفع في النهايه؟ ممكن في النهايه وممكن دحين، ايش تحبي؟ خليه في النهايه. في النهايه في النهايه. بس. طيب كيف طفوله شهد اثرت في مين هي اليوم؟ كلنا طفولتنا تاثر فينا. اوكي. كلنا شخصياتنا مفهومه من الطفوله. شئنا ام ابينا. واللي يقول لك انا طفولتي مر وعسبت هذا الانسان كذا. اوكي. جيبوا اللي بتفاهم معك. طفولتي ما أعرف، يمكن عشان أنا أصغر واحدة في البيت، فتعرف وضعية اللي هذه لو حطت إصبعها في الفيش هذه مناعة.
فهمت؟ لأنه غني عادي عادي خليني أبلاه. اوكي. فكبرت أنا عندي 6 أخوات. ما شاء الله تبارك الله. أخواتي كلهم كبار، كلهم صحبات مع بعض، كل 2 جوز سريم مع بعض. أنا كذا كنت اللي لحالي في قاب أكبر. اوكي. فتربيت على إني أنا دائما قاعدة مع نفسي، أطلع الطاقة هذه كلها في المدرسة وأروح نادي زي كذا، يعني الطاقة اللي جوتي تطلع وأنا برا البيت. بس في البيت أنا دائما كذا صمت، قاعدة على الكمبيوتر، أدخل اليوتيوب، أتفرج على كريس براون، أحب الرقص والميوزك من وأنا صغير، فتلاقيني أقعد أتفرج كيف حلو. سوى الحركة هذه، كيف مزاي. فأتربيت إن أنا بحاول أكتشف حلو الدنيا، حلو العالم، إيش حلو. قاعد يصير. بس لما بدأت أكبر ايه صار في جاب بيني وبين أهلي، يعني على سن المراهقة، وحاولوا إنه وقتها إنه يبي نصير صح، يعني صاحباتك كذا، اخواتي اللي بتشوف ايش بتسوي ايش مدري. كان في رفض مني مره كبير من البدايه، لان انا متعوده ان انا سولف دايما. بعدين في سن المراهقه 2016 كانت السنه اللي سوت فارق كبير في حياتي. جاني ورم، وهذا أول شيء، أول مرة تكلمت عرفت الموضوع، أنا من الناس اللي أبشر وكان أسوي أفلام. فجاني ورم هذيك السنة، غيرت أشياء كثير في تفكيري، في حياتي، في نضوجي. أنا ممكن أكون ناضجة من وأنا صغيرة بحكم إن أنا دائما أخواتي أكبر مني وأسمع هم إيش بيمر والكلام هذا كله، بس هذا الحدث الكبير اللي صار لي، اللي سويت سويتش لكل أولوياتي في هذه الحياة. من مراهقتي بتروح تيجي لشخص بيفكر في مستقبله الآن أكثر. الحمد لله تعالجت، سويت العملية، الأمور طيبة، يعني ما أخذ كيماوي الحمد لله، ما الحمد لله. أحتاج، شلت التيومر بس. eventually قربت أكثر من أهلي من بعد هذا الموضوع. صرتي أقرب، إي الموقف ده قربك أكثر من أهلك. يس. بس برضو كان في differences، لأن أنا ما كنت فاهمة يعني love languages، وإنهم ما في وعي بهذا الموضوع، Love فكانوا language دائما اللي هو كتاب five أيوة ال five languages. love languages. Okay. فهم دائما هم عندهم مثلا إنه quality time، نباك دائما تقعدي معانا كذا، إحنا أهل نفسنا كنت تحبينا. أنا عندي مثلا ممكن gifts، أنا لما أعصب اللي قدامي gifts أنا كذا، أنا أحبه، اوكي. اني انا اعطي له مثلا فاليديشنز، اقول له انه انت مره كويس، ام سو براود اوف يو، انا كذا احب الشخص اللي قدامي. فكان في هذا الديفرنسز، بس احنا ما كنا فاهمين وش بعض. اللوف لانجويج حقتك؟ something يعني مثلا let's say انا احب هذه المويه، اي انت رحت البقاله وشفت هذه المويه، انا المويه شو تحبها، خلينا نجيب لها واحده. This is what I mean by يتذكروك في اشياء yes ذكرى اكثر من القيمة. yes exactly. طيب نرجع للموضوع، الموضوع الورم، الله يحفظك ويحفظنا ويحفظ آمين يا المشاهدين رب. والجميع. فهذا الحدث عشتي فيه قديش؟ الصراع او الفايت، ولا كان مرة بدري؟ جسدي ولا نفسي؟ اوكي حلو. طيب نتكلم جسديا وبعدين نتكلم نفسيا. جسديا 3 شهور تقريبا، اوكي. ثلاث وكيف شهور عرفتي؟ كنت ثالث ثانوي. اوكي. نزلت في الوزن مرة فجأة، كان وزني يمكن 47 وقتها، فجأة 35 out of nowhere. اوكي. دوخات، أشياء يعني في أعراض، اوكي. ورحت عشان أكشف وأشوف، وقالوا خفتي؟ لا، واو. مع إنه أنا أكثر واحدة المفروض كنت أخاف، لأنه واحدة من أخواتي الله يرحمهم توفت وأنا كنت في المتوسط تقريبا، وكان عندها كانسر. بس كان عندي وضعية التسليم، يعني هذا الشيء عندي من وأنا صغير، إن أنا مسلم دائما للأمور مهما يكون في غضب والكلام كله، بس عندي تسليم تام لله، إنه كل اللي يجي منه كويس. إن الله لا يحمل نفسا إلا ما بوسعها. طب حلو، هذا حدث أكيد أثر فيكي حق أختك. يس، تحسي تعاني منه لليوم؟ توحشني طبعا، بس أرحمها. مو أعاني إنه لك أستروجل. متى عانيت؟ قبل كم سنة، لأن أنا من الناس اللي أكتم، ما أطلع مشاعر، ما أبكي.
اوكي انا يعني الين قبل كم سنه كنت القوي اللي ما تنزل دمعه في العين، اللي شاهد لو بكيت في مصيبه. كنت اوكي دائما حاطه نفسي في انه لا انا دائما لازم يشوفوني قويه، ما ابكي ما اسوي. علاش هذا الشيء الصراحه؟ لان هذه مشكله، هذا مو شيء الواحد يكون فخور فيه انه أوه انا ما ابكي وانا ما عندي احساس علاش هذا الشيء. وانفجرت بعدها بالسنين، انفجرت. وكيف كان الشعور؟ ارتحت بعدها، اوكي. ارتحت. وبعدها بدأتي الكارير حقك، تحسي بدأ يوضح بعد ما عبرتي عن مشاعرك، بدأت تشوف الحياة بشكل أحلى ولا؟ ايوه طبعا، بس ما الكارير عندي شيء مختلف تماما. اوكي، خلي الكارير بعدين، بس أنا كنت بعرف إنه هضمك للمشاعر والبروسيسنج اللي صار، قصدي والنقطة اللي بحاول أوصلها إنه خلي الشهد تكون أخف من داخليا. ايوه طبعا، اوكي. يعني لين قبل سنة برضو كان عندي نفس المشكلة، وفحلتها. صرت لما تجيني بكي ابكي، طب لا كويس. عادي ابكي. طب كويس، طب نرجع لموضوع جسديا، كان 3 شهور، ونفسيا. أبت إلى يومك هذا. أنا أعرف إنه الوالد الله يرحمه يس. كان يسميكي حامد. حمد ولد. حامد ولد. اي طيب ايش الفكرة هنا؟ بابا من وانا صغيرة دايما تشوفني مسؤولة، دايما. يعني انا بدأت اشتغل من وانا عمري 16 سنة، انه الحمد لله احنا في خير وفي عز والكلام هذا كله. بس بابا ما اعرف كان شايف فيه هذا الشيء اللي غير اخواتي، انه مثلا بابا ابى الشنطة هذه، لا تعال اشتغل عندي في المكتب. تبي الشنطة تعال اشتغل، تبي مش عارفة روح اشتغل. زرع فيه هذا الشيء من وهو صغير، وأقول الحمد لله يعني لله ثم لبابا إنه زرع فيه هذا الشيء. لأنه من بعد ما الله يرحمه توفى، عرفت قيمة هذا الله الشيء يرحمه. مرة كويس، إنه كيف الواحد يكون معتمد على نفسه من جميع النواحي. بس أكيد يكون فخور فيكي لو شافك اليوم محل ما أنتي. أكيد إن شاء الله. إن شاء الله. طب حامد ولد، إيش حامد؟ يعني اسم ولد ولا أن ولد؟ آه أوكي أوكي يقول لرجال البيت آه. دائما يقول انت بين امك واخواتك ابشر. بارا، إيش تعلمتي منه؟ كثير 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 كثير. اتعلم منه انه لما اكون زعلانه من احد روح اقول انا زعلانه منك، ما اكتم في نفسي. لانه انا من وانا صغيره انا وبابا ما عمرنا كنا قريبين. يعني بابا كان متزوج، فما كان طول الوقت في البيت أو في شغله، فما كان في علاقة بيني أنا والوالد الله يرحمه قوي. يعني كان يجي البيت كيف حالك، الحمد لله كيف حالك، الحمد لله كيف الشغل كيف الجامعة، أدخل صار علاقتنا ما كان في كذا كلام خذوات. إلين. وحتى لما كنت أزعل منه ما أتكلم، إحنا تربينا على الخوف من الضرب، أبوكم جاي كذا، هذه كانت علاقتنا. إيه حنفل ونفش نفش. صارت مشكلة وبابا ما كان موجود أو جواله مقفل. صراحة إني أنا مرة كنت قليلة صدر. رحت يعني أول مرة الفجر، إنه فينك؟ إحنا محتاجينك، إنه أنت مت في البيت وهذا الشيء ضايق. كتبت له معروض انه انا احتاج وجودك والكلام هذا كله، لانه مره كان مأثر انه هو مو موجود معايا. يعني بعدها فتح ابواب مره كثير. هذا ايوه المواجهة دي جابني جلسني ما انسى هذا من بعد هذا اليوم انا وبابا صرنا مره قريبين. جا قال لي هذا كله في بدني انا. يعني ايوه انا يعني ما قد حسيت انه يعني دائما حاسس في بين الحابس. قال لي يا ماما بس بطلب منك طلب، وما عصب مع انه الكلام اللي قلته مره كبير. يعني قال لي لما تكوني زعلان مني تعالي قولي لي، لا تسيبي في خاطرك على ابوك زي كذا. تبي حاضر. من بعدها خلاص يا بابا اسمع انا رايحه مدري
إلين الله يرحمه قبل ما يتوفى، فكان هو في السرير ذا في المستشفى يتفرج، كان في عندي برنامج تنزل وقتها في يوتيوب يتفرج، كان الأغاني يا عم فخور فيك إيش هذا يا بنت حركات مدري، فكان دايما يدعمني، دائما كان بيدعمني حلو. ويمشي في كل مكان، بنتي الإعلامية بنتي الإعلامية، هو يعني كمان فرق السن، هو شاف إنه إعلامية والسوشيال ميديا واحد، فدايما كان يمشي يقول بنتي الإعلامية، كان مرة فخور فيه. بعد ما توفى الله يرحمه، انت بدأت تستمد الحب والحنان من الوالدة اكثر. يس اهم، ايوه فركزت اكيد في العلاقة لانه صار عندك امك. ف مسؤولية لأبوك أعطاك هي وعلمك أنك تكوني مسؤولة أكثر وتكوني معتمدة على نفسك أكثر، هذا فادك في حياتك اليوم، هذا شيء مرة جميل. كيف علاقتك مع أمك أثرت في مين أنت اليوم، وإيش أكثر شيء تحبي فيها؟ كل شيء أحبه فيها، تحبه حب لا مشروط. الله يطول عمرها. آمين. في شيء مثلا يعني أنا أفهم ماما وبابا وأي أم وأي أب في هذا العالم، بيسوون اللي هم شايفينه صح، بس ما في شيء اسمه صح وغلط، ما في شيء اسمه تربية 100% صح وهذا غلط، ولا أحد يعدل على تربية أحد، كل واحد بيسوي اللي شافه صح، كل واحد ما يبي يعيد أغلاط أمه وأبوه اللي هو شافه. صح. فأنا أفهم الوالد والوالد لقد إيش هم يسعون عشان يسووا اللي هم شايفينه صح، وما ألومهم في ولا شيء، بس في أشياء غصبا عنهم ممكن إيش صحيح ممكن، وكلنا أكيد. ده في إيشوز بتصير. بس أنا يمكن عشان I would say حسيت بإهمال وأنا صغيرة، فدائما عندي حتة اللي أنا بأثبت لماما وبابا إني أنا أحسن واحدة. في المراهقة كان إني أنا لا ما بثبت لحد شيء، أنتوا شايفيني ما أعرف للدراسة ماني مش أوكي، طيب أنا قاعد يا ماما مسوي. بعدين صار الشفت في الجامعة إنه أنت ليه بتسوي عشان أنت ليه بتسوي عشان أي حد؟ ليه بتسوي عشان نفسك؟ لمبة ولعت، ده شو؟ لمبة ول يعني وعي زاد. إيه ليه بتسوي عشان نفسك؟ كان نفسي أصير مذيع، ودخلت جامعة عبد العزيز شباب بصير مذيع، بس ما ضبطت توني تاريخ وجغرافيا فاجبت. هذه كانت أول كذا هارت بريك بالنسبة لي، إنه يعني شيء أنا كنت مخططت له، إنه كان نفسي أكون مذيعة أخبار كذا، ما أعرف ليش أبغى أكون نشرة الطقس ولا مش عارف. بس ما انت بعيدة الحين مرة، يعني لسه في المنصات ما اعرف ليش كان عندي دائما شعور انه انا لازم يكون عندي الشهاده، انا ما بطلع، انا يمدين بس انا ما بطلع الا وانا معي شهاده في هذا المجال، ما بطلع وانا كذا بس عشان لايك خلاص. اوكي. فاكتشفتي في الجامعة، اكتشفتي انه لازم شهادة عشان، مو اكتشفت، انا كنت حاطه لنفسي هذا الاكسبكتيشن alright. من نفسي انه شهاده، اذا انت تبي تصير مذيعه لازم تكوني معاكي شهاده اوكي في هذا الشيء، اوكي ما باك تطلعي بواسطة، أنا حاطة نفسي هذه الروت. في شيء كذا شفته ولاحظته، انه هو صفة حلوة شفتها في قراءتي للسبجكت حقك كامل، اللي هو قدرتي تثبتي نفسك في مجالات مرة كثير مختلفة، منها كان في شوية جرافيك ديزاين، في شوية رياضة، بعدين في كان يوتيوب وسفر، ودح وعن تيك توك، بعدين نصايح عن لبس، يعني كان في كذا different things أشياء متفرعة. متفرعة، بس كنت كويسة في تقريبا كلهم، يعني جيدة جدا أو ممتازة في معظمهم. كيف قدرتي تثبتي نفسك في اختلاف المجالات في وقت قصير؟ الجول مو إني أثبت نفسي، هي إن الفكرة أنا أعتبر نفسي طفلة كبيرة، شفت كيف الأطفال لو أعطيتهم التولز حيقعدوا يجربوا، لو شاف بلاي جراوند حيروح يلعب ما حيخاف، ولو طاح عادي حيعرف انه هذا الشيء اوكي واروح اجرب هنا وهنا. الناس اللي احب اتعلم كل فترة تجيني ابي اتعلم شيء جديد، انا ليه جاي هذه الدنيا عشان اقعد كذا امشي بلاين بعيد، انا جاي عشان اتعلم واتعلم كل يوم شيء جديد. الدنيا حلوة، الدنيا حلوة،
وانك انت تكتشف اشياء كل يوم شيء مره حلو، انك انت تتعلم اشياء جديده كل يوم شيء مره حلو. هي الفكره مو اني انا اثبت نفسي واني انا اعرف اسوي هذه الرياضه واعرف اغني واعرف، لا، فكره وما في انه انا انسانه كل يوم بتعلم شيء جديد وبفيد الناس بكل يعني بساطه. حلو، بس بتبدعي في اكثر في معظمها، فانت هل بتجربي وبتبدأي، ولا هل بتكوني يعني، هل مثلا الجيتار، الاغاني، بتروحي بتحطي نفسك في وسط المعمعة وبتجربي، ولا ايش اللي بيدفعك تعملي كذا؟ هل حب، شغف؟ انا تلاقيني مثلا الميوزك متى بدات، انا اغني من وانا صغيره، تلاقيني في كريوكي واقعد اغني وفال من وانا صغيره في البيت. بدات ايام الحجر اكتشفت شيء اسمه جراج باند، موجود في كل جوالات الابل والماك بوك وفي اي شيء يخص الابل تلاقي جراج باند كذا حق بروديوسنج ومش عارف ايه. شفت انه اوه هذا تحط البيت هنا، بعدين تحط البيس، بعدين تحط البيانو، بعدين اوه انا سويت تراك، خليني اجرب اكتب. كتبت اول اغنيه اسمها Love with my brain، وحتى كتبتها مو عن حلو. اول اغنيه انا احبها الى اليوم، ولكن انا عارف ان اغنيه نايمه لكن انا مره احبها تبغى ومره احب تغني اللي اسمعها. هي اليوم؟ هغني لكم واحده ثانيه هذه طيب. جديده ما نزلت. اوكي حلو. فكذا بدأت إنه يلا أجرب أكتب، طلعت شفت إنه طلعت مشاعر، انبسطت، حسيت إنه براحة، إنه ذيك المشاعر هذه سويت آرت، زي لما الفنان يرسم يطلع مشاعره، سوى شيء للناس. حلو. واللي هو جيتس it's not about the views, it's not about إنه أنا أبغى أكون مشهورة وأبغى الناس كلها تعرف، لا ما هي كذا، هي هو قد ست قلتي اشياء كثير حلوه. قلتي انه اتس نوت اباوت، حضيعك انا لا اليوم. لا انا معاكي، انا معاكي. قلتي اتس نوت اباوت ذا فيوز، اتس نوت اباوت ذا فيم او الشهره، هي كيف انت تنقلي مشاعرك الحقيقيه اللي انت حاساها وتحطيها للناس كفورم اوف ارت او شيء جميل. واذا الواحد تحرك في يومه بالشكل ده حيتفاجأ من نفسه كثير، لانه sky is the limit. مقدار الرضا عن النفس ميزان من 1 لـ10، كم رضاك عن نفسك؟ أنا ممكن أكذب وأقول لك 10، بس أنا ما أحب الكذب. كويس. مو working on it، مو الكذب working on it، ولا على لا نفسك؟ على نفسي مش على الكذب. I'm working on it. اوكي. في أشياء أنا أجلد نفسي مرة كثير، مرة كثير، فهذا الشيء أنا قاعد أشتغل عليه، انه اكون كذا، لا شيء اكون متاتا عادي، الحياه حلوه اوكي، تجري لنفسك في اي جانب في الحياة؟ كل الجوانب، برحب نفسي. تفكي ولا يطول جلد الذات من موضوع معين؟ اذا يعني هو شفتات الوضع اسيب ذا الموضوع امسك ذا الموضوع، اوكي. بس هي ما هي جلد مثلا على شكل او على شخصيه، على قد ما انه انا بشتغل على نفسي طول الوقت، بشتغل على نفسي ما عندي بريك. طب هذا يعتبر يعني اوبسيشن للخير، او يعني حب تطوير للذات Yes, مختلف. I would say هل that. تشوفيه جلد الذات اكثر انه هو شيء بينزلك وبيعيقك انك انت تعمل الشيء اللي انت موجود موجود ده برضه؟ موجود برضو. اوكي. حاولتي تشتغلي على موضوع جلد الذات بشكل يكون مريح، او عرفتي ايش الثغرات اللي هي لو شفتيها او تعاملتي معها بشكل افضل جلد الذات يخف؟ Yes, بس في triggers يعني دائما بتصير، وبحاول ان انا اتجنبها على قد ما اقدر. ومن قبل ما اتجنبها، لانه هي تبدا من هنا، انا بالنسبه لي اؤمن بشيء اسمه كن فيكون، طالب انه انا شايف هذا الشيء غلط هيجيني اللي بصوت عالي في وجهي يقول لي هذا الشيء غلط، طالما انا شايف انه انا مثلا ماني طيبه في هذا الشيء ولا يبالي تعديل في هذا الشيء، حيجوني ناس يقولوا لي شلون تعدل ده. يعني شفت، اديك مثال، لما حلو. الوحده تقول انا ماني حلوه مثلا، ولا واحد يقول انا I'm not smart I'm not good enough،
هيدو الناس يقولوا لي not smart not good enough وانت ما انت حلو. اوكي. فانا لو عدلت هذه الاشياء من جوا حلاقيها من برا. في شيئين مربوطين في بعض، هو حبك لمساعدة، يعني في الأخير محتواك في مساعدة للناس، يا تضحكيهم في تيك توك أو تديهم نصائح مختلفة عن اللبس أو أشياء مختلفة. وفي هذا الوش الحلو، وفي الوش اللي قدامه اللي هو من الاند ريسيفر اللي هو الانتقادات. كيف أنت، إيش يمثل لك مساعدة الناس بالشكلين هذول اللي هو الحب أو الضحك الناس أو تساعديهم، وكيف تتعاملي مع الانتقادات قدام هذا الشيء؟ انتقادات بشكل عام ما تأثر فيه، بس في أشياء أنا مرة تأثر فيه ومرة ما أحبها. Sometimes تكون sugar coated، Sometimes تكون كذا في الوجه. بس أكثر شيء ما أحبه لما الناس تدخل في نيتي. انتقادات شكلية مثلاً أو هذه الأشياء، لو أنا كنت في فترة داون أوكي ممكن إيوة تأثر فيه، بس بشكل عام ما الصراحة إنه يعني خلاص يعني أفهم هي جاية من فين، أفهم هي جاية ليش. زي ما قلت لك في البداية إنه ما في شخص بيصحى من النوم يقول أنا بأذي 1 2 3، ما في شخص بيقول أنا بكتب له عشان بأذيها، هو في ريزن عشان كتب هذا الشيء أو عشان هي كتبت هذا الشيء، أفهم هم جايين من فين. ولكن اللي يدخل في نيتي، اللي يدخل في ديني، اللي يدخل يقول انتي ما انتي مسلمة انتي وش، هذه الأشياء تضايق، أضايق على الناس كمان مو بس على نفسي. إنه ليه بتحكم؟ ليه تحكم؟ عيشوا حياتكم لنفسكم. Live and let live. وهنا تحط الخط الأحمر. أنا من الناس اللي لو تشوف البلوك ليست عندي حفلة. أوكي حفلة. ما أحب أسيب أن يعني كيف أشرح لك؟ أنت في ناس تدخل تتابع فلان عشان يستفزني. أنا هذا الشيء شفته قريب. ناس أعرفهم أنا أدخل أتفرج على فلان ولا فلان عشان ينفذوني. طب ليش؟ ليش وقتكم ثمين؟ دائما أقول وقتكم ثمين. أغلى شيء عندكم في هذه الحياة وقتكم وصحتكم. يا سلام، بالضبط. تضيعوها عشان تتفرجوا عشان تتنرفزوا، ليش؟ طب مثلا فلنفترض إن أنا كنت شخص مستفز بالنسبة لفلان. هو ينقهر لما يتابعني أو هي تنقهر لما تتابعني. عادي، أنا أتفهم منه وممكن في اختلاف بيني وبينه. طب ليش؟ ليش تكتب كومنت وتكتب؟ خذوا بلوك عشان أنتوا ترتاحوا وأنا أرتاح. فضاوة. بس يعني أنا أشوفها زي كذا، يعني ما يهمني النمبرز على قد ما إن أنا building a community. الناس اللي يكونوا مستوعبين حياتي أو حياتهم شبه حياتي، أو إني أنا قاعدة ألهمهم إنه يوصل مثل بحياتي في يوم من الأيام. حلو حلو، بكل بساطة. جميل، وهذا اللي يخليك تساعدي أو تتعاملي بهذا الشكل. يس. هذا أخذك وقت عشان تكتشفي هذا الشيء؟ طبعا. إيش اللي تحسي ساعدك انك تكتشفي هذا الشيء او يفعل فيك هذا الروح انك انت تعرفي this is your purpose او هذا هدفك؟ شيء جوتك، احساس. ما في شيء يفعل بس إن هو شيء جوتك كذا تمشي معه. اذا كان هذا الشعور كلمه واحده، ايش ممكن تكون؟ قوه. طبعا الناس اللي في نفسي مره قويه الصراحه. اوكي، بتواضع مع نفسك ولا أنا قوية؟ لا الصراحة بدون تواضع. بدون تواضع. عشان يعني عشان مو إنه كيف أشرح لك، كلنا بنمر، وزي ما قلت لك كل في الله نفسا إلا وسعها، كلنا شايفين نفسنا مرينا بشيء مرة كبيرة. حتى لو جبت واحد في الابتدائي هيجي يقول لك أنا اليوم في المدرسة ساكتة وأنت حتشوف إنه شيء عادي. بس ما أعرف، أنا من الناس اللي أشوف قلت إيش إنه كيف كنت بوقف نفسي على أرض صلبة مهما الدنيا شقلبتني. أكون فخورة في نفسي. حلو. ما أعرف أمبي كوكي ولا لا 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 عادي، ما في شيء. أنا بس بسأل كذا لأنه اللي بحاول أوصله أو اللي بحاول أطلعه منك هو ثباتك في أعمالك
ونفس الرسالة بس في أعمال مختلفة، فهذا الشيء ملهم صراحة. هل تشوفي نفسك جريئة؟ يس. أوكي، جرأتك في صالحك دائماً ولا ممكن لا. تجذب؟ لا مش قوي. sometimes الناس تشوف الجراءة هذه I don't know. ماليش دعوة. اوكي. شوف أنا كيف أنا شايف الموضوع. اوكي. صراحة تخدمني مرة كثير. على قد ما هي مو دائما تكون في صالحي إني أنا على طول كذا. نقول مندفع؟ مندفع ولا؟ مندفع. مندفع. لما أكون مندفع ما تخدمني. اوكي. بس إيش والله خدمتني في أشياء مرة كثير. يعني I would say في connections مثلاً. ايوه. أنا من الناس اللي عادة I approach people، ما أنا من الناس اللي مثلاً أخاف ولا لو فلان هي رجعت كلمتني أوكي بس لا أنا ما أكلم، لا عادة أنا approach كيف الحال مدري إيه، عادي ممكن أسافر لحالي ما عندي مشكلة ما أخاف، ممكن ما كنت أخاف بس بحاول أكسب عادي الأشياء، this is all in your head go for it عادي now or never now or never يلا 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 الدنيا فرص لحد ما. yes. فانك تاخذي الفرص. في كتاب مره حلو اكشلي جبتيه في بالي حباي، ميل روبنز، تعرفيها؟ ما اقرا كتب. اوكي، في واحده اسمها ميل روبنز، عادي تقري ذا الكتاب، حلو اسمه ذا 5 سكند رول. حلو. اوكي. هو حلو، هو بسيط يعني، ما تعرف كيف هي جابت الفكره بس مره بسيط، تافهه الفكره بس مره قويه. فيقول لك، تقول لك ذا 5 سكند رول. دحين مثلا انت شفتي سي او ماشي وكنت تبي وظيفه معينه في الشركه وات ايفر، اول ما تفكري انك تبي تروح تتكلم معاه الفكر انت مين؟ ليش حيوقف ويكلمك؟ زي مثال لما كلمتي ابوكي وفتحتي له قلبك ما توقعتي انه هو حيسمع لك بالشكل ده، صح؟ يس. yes. بس لما تكلمتي معاه تفاجأتي من رده فعله. فهي ايش تقول؟ 5 4 3 2 1 عكسي وتروحي على طول، لانه المخ عاده متعود على العد السهل، كل شيء مبرمج عليه، بس لما تعدي 5 4 بتقلب الارقام على ورا بتعمل لمخك فريز انه لا تفكر، انا انه صعب 5 4 3 في رجوع. واول ما توصلي 1 تعمل الشيء عشان افكار ما تجيكي، تروحي تعملي ذا الشيء. تبي تعلمي جيتار 5 4 3 2 1 تروح تمسك جيتار تكلم مكالمه جولا تبغي ف صراحة going back to the point إنه في ناس عندها هذا الشيء طبيعي اللي هو أنت عندك هو الجراء اللي هي حروح أعمل كذا، في ناس لا، في تتفاوت، في ناس ما تنكسف تروح. yes. فأظن هذا الأبروتش ممكن يساعد شوية الموضوع. صح. ما أعرف أنا من الناس اللي ممكن أتوتر لو عديت. أوكي. عكس أنا لما جيت أسوي سكاي دايفنج مثلاً قلت له don't count just jump. just jump. إيه. لو عد أنا ممكن أتوتر. أوكي. فاجئ. اوكي فاجئني معك حروح معك حروح معك. اوكي حلو. فيختلف برضو الشخصيات. طيب نبغى طبقه من طبقات شهد ما حد يعرفها من الناس. اوكي، في موضوع كنت بتكلم فيه مع صحباتي امس وجاني realization honestly. انا ممكن اتربيت اني من وانا صغيره ماما ربتنا ان احنا مختلفين عن المجتمع، بحكم انه ماما يعني ما ترجع 100% سعودي، يعني شيز ايجيبشن بس يعني معاها الجنسيه السعوديه، فاحنا متربيين انه بعادات يعني مختلفه تماما عن المجتمع اللي احنا حوله. فماما كان عندها دائما حته انه لا we're different، ما طلعوا الاختلاف اللي فيكم للناس، we're different we're different we're different. فمثلا ما عززت فينا انه لا بالعكس you're different go ور الناس انك انت مميزة، لا هي دائما عندها لا الناس تشوف. فممكن هذا الشيء الى اليوم يأثر فيها I would say انه شايف نفسي different مع انه I'm not، في ناس كثير زي، في ناس كثير شبهي، صحباتي شبهي، الناس اللي في مجتمعي شبهي. تقصدي I'm attracting ال same energies يعني. حلو. ف I would say إنه هذا من الأشياء اللي كذا شوية مؤثرة فيها إلى اليوم. طيب نبغى نصيحة
من شاهد للأجيال القادمة أو الناس اللي في عمرك ويبغوا يعملوا نفس اللي أنت بتعمليه؟ دايما كونوا نفسكم. Right people will come along. سووا اللي انتم شايفينه صح، وبعد 5 سنين لو ندمتم ما تندموا. يعني لو أطالع دايما فكروا نفسكم، انتم فوعيكم كان مختلف أمس، قبل أسبوع، قبل سنة. انتوا سويتوا اللي انتم شايفينه صح، لا تجلدوا نفسكم. إذا كنتوا تقولوا أنا كان المفروض أسوي كذا، لأن وعيكم اليوم مختلف. سامحوا نفسكم على أي شيء انتوا سويتوه. كونوا حنينين على نفسكم، زي لما تشوفوا طفل ومرة كذا تحبوه، دائما تلعبوا معاه، وكيف انتوا تتكلموا معاه. تكلموا مع نفسكم بنفس الأسلوب. نفسكم عليها ليكم حق، أو يعني حلو. خبصتها لا 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 ممتاز. بس يعني ما قلتها صح ولا لا لا غلط. حلو حلو جدا جميل المسج صراحة. وأنا مرة مؤمن إنه كون نفسك، وإنه إحنا نعقد الأمور، ربنا سبحانه وتعالى مسهلها، إحنا نعقدها، إحنا نشوفها سهلة تسهل. يس. طيب جاهزة لفقرة العزف؟ يلا. تبي تلعبي هنا ولا تبي تغير المكان ولا مبسوطة؟ تبي توقفي؟ لا وانا جالسة احسن. وانت جالسة. بس. واحد. اوكي. ايش كنا نبغى نغني؟ تبي نغني معاك بس ما عندنا الكلام. عندك الكلام مكتوب نغني معاك. Can I make you fly when you're full of lies? You play me, feel like I was nine. Love on me like I was I. سيب الحاجة مش محتاجة، أما بتاخد طاقة زيادة. سيب كل اللي فات وانا اعيش اجمل حياه. ما اعرف اغني معاك بس اميزنج. ثانك يو. صوتا وعزفا. ثانك يو سو ماتش. ما شاء الله عليك. لاني مخبصه كثير بس يلا. لا 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 والله مره حلو صراحه. كذا الوتر حق اليوكليلي اسمه قلتي؟ يس. yes. ضربته توصل اكثر داخليا يعني من الجيتار، جيتار اكثر ميلو اظن صح؟ اي هذا كذا مور لكاكي بيتي بس كذا. حلو. صدقيه ابدا انا ابغى اتعلم، وضع عجبني. اتس ايزي ترى. اوكي. يوكليلي اتس ايزي. عشان الاوتار اخفت تتحكمي اكثر بال مو بس الاوتار يعني في الجيتار على حسب طبعا اكوستيك ولا الكتريك، السترينج نفسه يكون حديد. فيعور الاصبع يمكن؟ يعور، انت عشان بتمسك وزي كذا. فهمت؟ okay. يعني على حسب طبعا التون اللي بتعزفه، اي ماينور مش عارف ايه. اوكي. okay. هذا بلاستيك فما يعور الأصابع، فلما تبدأ أوكي. يعني حتتعود عليه أسرع. حلو. شهد شكرا على وقتك وصراحتك وانفتاحك بالشكل ده، نشكرك من القلب. شكرا لك ومرة انبسطت الصراحة. شكرا بودكاست. شكرا شكرا.